كلمة السر في العلم هي الشغف، الشغف اللي بيخلينا ندور ورا كل حاجة موجودة حوالينا، نطلع بفكرة، نظرية، تحليل، حكاية تقلب كل موازين العالم، نسأل ونفكر ده ليه بيحصل وازاي بيتم، لأن مفيش مسلمات في العلم، دايما في سبب ودايما في جديد وتطوير، ولأن حكاية العلم وأسراره كتير وملهاش نهاية هنعيش معاها بكل تفاصيلها ونعرف عنها أصلا. أنا مصطفى محمود وده برنامج أسر.